السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة رقم 3 في فيجوال ستوديو كود. هنبدأ النهاردة بقى مع بعض الجزء بتاع الاكستنشن، ازاي نسطب الاكستنشن وننزله عندنا جوه الفيجوال ستوديو. يعني ايه اكستنشن بنستخدمها؟ اول حاجة عندنا هنا، انا رحت هنا على فايل وعملت اوبن فولدر، وبدأت اختار الفولدر اللي انا شغال عليه من على الجهاز بتاعي. او لو وقفت عليها تاني، بدأت ان انا اختار فولدر، اخترت الويب وعملت سيلكت وبدأت تنزل بالفعل عندي، طلع لي كل الملفات الموجودة في جواها. هي ملفات السي اس اس، الفونت، الايمج، اجاكس، كل الملفات اللي انا جايباها عشان اشتغل عليها. لو انا ضغطت هنا رايت كليك على الاندكس، شايفين بمجرد ضغطت رايت كليك عليها بدات تطلع لي اللي هو اول حاجه عندي ديت اللي اتفقنا عليها دي، معناها ان احنا شغالين ب HTML5. طبعا ال HTML5 لها اكستنشن عندي على الجهاز هنا، قلت لازم نسطبه طبعا قبل ما نكتب حاجه زي كده. وبرده اللي انت لو في خطا موجود هنا في الشغل بتاعك برضو تطلع لك الرساله اللي هو في ايرور هنا، او تطلع جنبها عدد الايرور اللي موجوده بروبلم ان فايل، شايفين مكتوبه 4، يبقى معنى كده ان في 4 اخطاء موجوده جوه الملف ده. عشان تظهر لك رساله الايرور اللي موجوده هنا وتكتب جنبها 4 برضو لها اكستنشن موجود. طب علشان افتح اللي هو الملف ده واشوفه على براوزر، شايفين اوبن ان ديفولت براوزر او براوز ويز اللي هي اوبن ان اذر براوزر. الاثنين دول من غير الاكستنشن اللي احنا هنسطبه دلوقتي مش هيبقوا ظاهرين، هتظهر لك لو ضغطت رايت كليك هتبدا من اول هنا اوبن لعندي ديليت، مش هيظهر دول. يبقى معنى كده ان انا من غير ما اسطب الاكستنشن مش هقدر ان انا افتح اشوف اي فايل انا عاملاه جوه براوزر. طب ازاي بقى بنسطب الحاجات دي؟ شايفين الايقونه الاخيره دي اللي مكتوب عليها اكستنشن، بنقف عليها هنا بتبدا تطلع لك الاكستنشن اللي هي مسطبه بالفعل. اكتب بس فوق في السيرش هنا اوبن شايفين اوبن اند براوزر، تكتب اوبن اند براوزر هتطلع لك ايه اوبن اند براوزر، تبدا تسطبها عندك هنا. هسطبها اهي وانزلها عندي على الجهاز، خلاص بدات تنزل وتبدا تعمل ريلود. اول هنعمل ريلود للبيج، ريلود للبرنامج، اكبر بس دي شويه لتحت كده عشان نشوف الحاجات اللي نازله جواها، كل الاكستنشن اللي موجوده فيها. كده خلاص موجوده عندك بالفعل، هي اتسطبت موجوده. وفي حاجه برضو اتش تي ام ال هنت ده برضو لازم تسطبه، لان ده اللي بينزل لك الايرورات، بيعرفك الايرور الموجوده هنا ويعرفك اللي موجوده جنب البيج اللي انت شغال عليها. وبرضو في دوت اللي هو مسؤول عن اتش تي ام ال 5 ده برضو بتسطبه. في برضو اللي هو السبورت ال HTML CSS دوت برضو السبورت ده بتسطبه عندك. دي الأجزاء الاكستنشن المهمة المتعلقة بشغل الويب، لشغل الديزاين بتاع الويب اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. كده خلاص عرفنا ازاي بنسطب اي اكستنشن. هنرجع تاني هنا ونروح على وليكن اللي هي كونتاكت دي، مفيهاش اي ايرور اهيت هنا كده، نبدا نعمل عليها رايت كليك، لا فيها برضو 4 ايرور. طب نشوف ايه الايرور اللي موجوده فيها، نقول له ورينا الاوتبوت بتاعت الايرور اللي فيها. بمجرد ما اضغط عليها تحت هنا بدات تطلع لي فيرست لاين، اللي هو اللاين ده ملوش لازمه على الكومنت داش اللي ليه. الايرور اللي بعد كده فين؟ شايفين بدا يوقف لي على المكان اللي هو فيه ايرور بالظبط، اللي هو هنا دوت المفروض مش شرطة واحدة وقوسين، لا يبقى دبل. نشوف بقى الايرور التاني اللي بعد كده، اللينك هنا نبدأ بس نصغر الجزء ده كده عشان نعرف نشوف ايه المشكلة في ايه بالظبط. مجرد اللي احنا هنقف عليه هنا هيبدأ لي يكتب لي رسالة بالايرور اللي احنا مش مقفول. صلحت الايرورات اللي كانت موجودة كلها، كانت عبارة بس عشان اللي هو العلامة اللي هو الشرطتين دول كانت موجودة بواحدة بس، كانت مطلع لي ايرورات عليها. ومجرد بقى ما انت بتصلح اي ايرور موجودة عندك وتبدأ تعمل تسيب، شايفين اللي هو رقم 1 ظهرت لي هنا، دي معناها ان في غلاف مش متسيب، اللي انت عدلت عليه مش متسيب. تقدر تعمل عليها سيف كده خلاص، الرقم 1 اللي هي كانت هنا معناها ان كله متسيف تمام.
اضغط هنا رايت كليك عليها وتقول له اوبن ان اذر براوزر وتختار البراوزر. مجرد ما ضغطت عليها شايفين طلع لك كل البراوزرز اللي انت ممكن تفتح بقى الملف وتشوفه. افتح بقى اي براوزر انت حابه، ولكن جوجل كروم بالفعل فتحت عندي اهوت الديزاين اللي انا شغاله عليه، وبدا ان انا اشوف العرض اللي جوه. يبقى احنا كده عرفنا ازاي بنفتح اي ديزاين نشوفه، وازاي بنصلح الايرور. الرقم الايرور بتبقى هنا وبتبقى موجوده تحت هنا. لو عاوز تفتح بقى تضيف ملف جديد اهي، تضغط هنا نيو فايل وتبدا تكتب اسم الملف وليكن دوت اتش تي ام ال، وتبدا اهو كده خلاص. بالبرد اللي انا ضغطته اهو ظهر عندي فين الملف اهو ده، بدا عندي ملف فاضي اهو دوت اتش تي ام ال. تبدا تدخل جواه الاكواد اللي انت عاوز تعملها. عاوز نلغيه نضغط عليه رايت كليك وتعمل له ديليت، كده خلاص اتلغى من عندك. طبعا ده هنا معناه ان في فور اير موجوده، تبدا تظهر عندك في الاوت بوت هنا وتصلحها وتشوفها. عاوز تشوف بقى اي صوره موجوده عندك اهيت، مجرد ما تقف عليها اهيت بتبدا ان انت تشوف اي صور موجوده، اي حاجه موجوده عندك بتبدا تفتحها بسهوله. ملفات السي اس اس برده بتبدا تفتحها من هنا بسهوله، وتبدا تعدل عليها او تشتغل فيها زي ما انت عاوز. هنا بمجرد ما انت تقف هنا، لو بدأنا ان احنا نعمل اي حاجه كده باك جراوند، مجرد ما كتبنا باك جراوند بتبدأ تطلع لك، بيساعدني الاديتور اللي انت تطلع اي حاجه انت محتاج اللي انت تكتبها من غير ما تفكر فيها. يعني انت لو شغال عاوز تعمل باك جراوند وليكن باك جراوند الكلر، بمجرد شايفين ما وقفت عليه بدأت تطلع لي كل الكلر، مش محتاجه ان انا اكتب اي كود ليها او ادور على النت الكلر دوت بالهكسا هيبقى شكله عامل ازاي. لا ده مجرد ما انا بعملها اوريدي بتطلع معايا وبتساعدني في الشغل جدا. كده خلاص سيبنا اللي اتعمل هنا، خلاص بنطور بكنترول اس او ده تروح على فايل سيف على حسب ما انتوا عايزين. كده كل الاجزاء المهمه عندنا في الشغل اللي هو فيجوال ستوديو كود، برنامج فيجوال ستوديو كود. طبعا البرنامج دوت ممكن نشتغل عليه اكواد سي شارب او اكواد اي لغه برمجيه، بيتيح لي مجموعة لغات ممكن تشتغلي عليها. أنا بالنسبة لي بشتغل على السي شارب والـ ASP.NET. كده خلاص خلصنا الجزئية ديت. يا ريت تتابعوني على الفيسبوك في جروب عالم البرمجة، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.